Excellencies, ladies and gentlemen, dear members of the press, very warm welcome to the opening المؤتمر الصحفي. نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة. أنا أصلان وأنني مقدم تلفزيوني ورجل صحافة، ويسعدني كثيرا أن أكون اليوم ميسر لهذه الجلسة للمؤتمر الصحفي. لدينا الذين يمكن أن يحدثوكم أفضل مني عن الهدف من هذا المنتدى، وأن المنتدى الحضري العالمي هو المؤتمر الدولي الأول للمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والذي تقوم به الأمم المتحدة وهم يتحدثون عن أنفسهم للمجهود الذي يقومون به. فبه حوالي 600 جلسة، وسيشارك فيه حوالي 30,000 مشارك من حوالي 180 دولة، وهذا بالتأكيد له تأثير كبير وعدد كبير. ولابد أن نقول أن المنتدى الحضري العالمي تنظمه أيضا حكومة مصر، جمهورية مصر العربية، وهو أيضا عودة إلى القارة الإفريقية بعد أكثر من 22 عاما. وبهذه المقدمة فإنه يسعدني كثيرا أن أنقل الآن الميكروفون إلى السكرتير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنا كلاوديا واسبخ. فخامة رئيس وزراء الجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، والوزراء والممثلين عن الوكالات الأنباء، والسيدات والسادة وزملائي، فإنني سأبدأ بأن أعبر عن فخري واعتزازي وشكري لحكومة مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي، وأن تقدم كل الدعم الكبير لنا. فإنه في خلال ساعات سيفتتح رسميا هذا المنتدى الحضري العالمي، وبه كثير من الممثلين العالميين المحليين والعالميين والأكاديميين والممثلين عن المجتمعات المدنية، لنبحث كيف يمكن الإجراءات المحلية لمواجهة التحديات الحضرية. فإننا لابد أن نشكل مستقبل مدننا ومجتمعاتنا سويا. فإن هذه الجلسة لها معنى خاص، حيث أن هذا المنتدى يقام في القاهرة، بلد التاريخ، وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل. فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا، لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002. فهناك التطور ومناقشة التطورات الحضرية، فإن هذا هو الحدث للأمم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024. فإن المنتدى الحضري العالمي هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول، وإن هذه رؤيتنا. فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان، وأن يكون هناك وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات. وبالتأكيد يحتاج إلى تعاون كبيرا بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي لابد أن ننخرط جميعا في دفع وتطبيق الخطة التنمية الحضرية المستدامة. فأن المنتدى الحضري العالمي قد بدأ منذ 20 عاما حسب قرار من الجمعية للأمم المتحدة، حيث يكون مكانا للتفاعل وللتفاعل مع أصحاب المصلحة. أود أن أشارك معكم أهمية الوف أو المنتدى الحضري العالمي، فهو أكبر منتدى لكل العصور. فإن لدينا مشاركين من أكثر من 37,000 شخص سجل للحضور، لأكثر من 100 جاءوا من 170 دولة. لدينا عروض من 74 من هذه العروض من أفريقيا، و 6% من أمريكا، و 11% و 3% من آسيا. وأيضا لدينا قطاعات في
هناك عروض من 21% من الأكاديميين و36 من رجال الحكومة، وأيضا 12 في نسبة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص، وأيضا 7% من المؤسسات الدولية و7% من المجتمعات المحلية و2% من الإعلام. لدينا حوالي 407 متحدث من 37 يتحدثون في 37 جلسة عامة في هذه في هذا المنتدى، ولدينا حوالي 200 من المتحدثين الرجال والنساء، ولدينا 72% من الوزراء و51 من نواب الوزراء، وأيضا من 84 دولة من المجتمعات المحلية. هذه هي الأرقام التي وصلتنا إلى الآن. ما هو الفريق الذي عمل في المنتدى؟ أن الفريق الذي عمل في المنتدى قد بدأ من المحليات، حيث أن المحليات هي البداية، حيث تكون إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتحقيق الهدف أهداف الإنمائية، وأيضا أن نجمع بين المبادرات المحلية لمواجهة التحديات للمشاكل الحضرية المستدامة، مشاكل المناخ والصراعات والفقر، وأنه في قلب الوف الثاني عشر، فأنه هناك هدف أن يكون هناك توطين لهذه الأهداف الإنمائية ولتطبيقها بالأجندة المدن الجديدة، وأن يكون هناك التزام من الدول الأعضاء في إكوادور أن بعد الثلاثة مؤتمرات التي حدثت في 2016، وأن هذه الأجندة هي تضع الإسكان في قلبها، وفي أقل من خمس سنوات في حتى 2030 فهي آخر مرحلة لتطبيق الأهداف الإنمائية، فإنه أكثر من نصفها قد وصلت إلى القرب من أهدافها، ولكن هناك حوالي الثلث من هذه الأهداف الذي يمشي أو يسير بطريقة معاكسة، ولذلك فلا بد من التحالفات والشراكات لتحقيق الأهداف الإنمائية ولتحقيق الأجندة المدن الجديدة، ولذلك فإن هناك تطورات كثيرة، هناك أحداث أكثر من 600 حدث ومن المناقشات، وأيضا لمناقشة السياسات والإجراءات، وهناك 6 حوارات عن القضايا المتعلقة بالإسكان، وإن كل حوار من هذا يسمح بالتبادل ومناقشة التحديات والفرص لتوطين هذه الأهداف الإنمائية. وهناك أيضا اجتماعات الدائرة المستديرة التي ينضم إليها كثير من الخبراء عن قضايا الحضارية، وأيضا هناك الدائرة المستديرة الوزارية التي سمحت لكثير من أصحاب المصلحة أن يناقشون كيفية الوصول إلى تحقيق أجندة المدن الجديدة وتحقيق أجندة 2030. ولذلك فإنه لابد أن أقول أن هناك لابد من تطلعات للمستقبل، وهناك جلسات عن التمويل للتنمية الحضرية المستدامة، وأيضا وأيضا التقرير عن المدن الحضارية سنطلقه في هذا الحدث. ويمكن أن نقول أن ووف الثاني عشر قد حقق العدد الكبير من الإنجازات في عصره، ونحن نفخر بأن نقول أن هناك مساواة بين النوعين في المتحدثين، فإن هذا المنتدى أيضا لديه سمعة طيبة في العالم، حيث أنه المكان للشركاء أن يتبادلون الحديث، فلدينا أكثر من 600 حدث من الشركاء، فإن هذه الأحداث هي عبارة عن التشبيك وعن الأصوات من المدن والمكتبة الحضرية، وأيضا هناك أحداث خاصة بالتدريب، فإن الوف الثاني عشر هو في الأسبوع الحضري في القاهرة، ولذلك فهو محلي ولكن له آمال
عالمية، وقد اخترنا أن نأتي إلى مصر لنتحدث مع حكومة مصر ونتحدث مع المحليين هنا وخلال الأسبوع الحضري المصري. فإن الأسبوع الحضري المصري أو بالقاهرة ولا كثير من الفرص للتبادل، وناقشنا كثير من القضايا الخاصة بالتراث وبالمدن. فإن هذا دائما نتحدث دائما عن هذه القضايا حين نتحدث عن المدن، وأن القاهرة ومصر بالتأكيد تدعونا إلى ننظر إلى الثقافة والتراث، وأن نعمل في المدن في الحفاظ على الثقافة وعلى التراث، وهي تعود بنا مرة أخرى إلى الجوانب الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. فإن ووف 12 أيضا يؤكد على قضايا الاستدامة، وأن نهتم كثير بقضايا إعادة التدوير واستخدام البلاستيك وأيضا الشمولية. فإننا بالتأكيد نهتم بهذه القضايا، وأن نوفر الإقامة لكل المشاركين، وأن كان هناك تنظيم للفنادق التي يمكن أن يبقى بها جميع المشاركين، وأن كل الجلسات هي الآن متاحة بتسجيل وأيضا بترجمة فورية للست لغات للأمم المتحدة، وتسمح بجلسات الحوار وجلسات المؤتمر الصحفي وجلسات الدوائر المستديرة. فإن الوف 12 بالتأكيد سيكون له تأثير، وأن هذا العام سيكون هناك 3 وثائق سنصدرها وهي 3 وثائق مهمة جدا لتحقيق أهداف الوف 12. وأود أن أنهي وأن أؤكد على أهمية دوركم، دور الإعلام في تواصل ورفع نشر الوعي وأيضا لنشر جميع أهدافنا للعامة. نشكر جزيلا حكومة مصر وأيضا لكل من شارك في تنظيم هذا الحدث العظيم. شكرا كلاوديا والمدير التنفيذي للأمم المتحدة. الأرقام التي قمت بالحديث عنها تركز على أهمية هذه الفعالية، ويمثل أحد أكبر الفعاليات فيما يتعلق بمنتدى العالمي للحدث. وهذه كل الأرقام التي قمت بذكرها أرقام مبهرة للغاية، وكلها تتعلق بإنجاح هذا المؤتمر وبحجم هذه الفعالية وبعدد المشاركين. الآن أود أن أعطي الكلمة لوزير التنمية المحلية لجمهورية مصر العربية. Good afternoon, Your Excellency Prime Minister. Claudia, the executive director of the UN برحب بكم في منتدى الحضري العالمي في الدورة 12، وسعداء ان اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المنتدى، ويمكن ده بيدينا فرصة ان احنا نستعرض التراث الثقافي والمعماري لمدينة القاهرة. كمان بنقدر ان احنا نظهر ازاي نقدر نجمع بين الحداثة وبين الهوية الثقافية زي التطوير اللي حصل في مدينة القاهرة. احنا بنرى ان زيارة الوفود لاماكن يمكن تطوير العشوائيات في القاهرة، كمان للمدن الجديدة زي العاصمة الإدارية، دي فرصة كويسة انها تحصل في المنتدى. كمان احنا بنتطلع ان المنتدى يلاقي يبقى عنده حلول، او المناقشات اللي هتحصل يعني والفعاليات يبقى فيها حلول للقضايا ذات الصلة بالتحضر زي التغير المناخ، زي زيادة السكانية. ويمكن عنوان المؤتمر المرة دي الكل يبدأ من النطاق المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، ووزارة التنمية المحلية ليها دور في المنتدى في جلسات كتير وفعاليات يمكن هنقدر ان احنا خلالها يعني نوري ونشرح التجارب اللي مرت بها وزارة التنمية المحلية في نطاق مثلا زي سد الفجوات، زي سد الفجوة ما بين وجه قبلي وجه بحري عن طريق مشروع مهم عندنا في وزارة المحلية اسمه تنمية الصعيد، وكمان المبادرة الأهم اللي هي حياة كريمة، ودي لسد الفجوة ما بين الحضر والريف. نتمنى أن يكون الفعاليات في المنتدى تظهر المجهود اللي عملته الدولة المصرية في الفترة السابقة في 10 سنين السابقة. كمان إحنا يمكن المنتدى
في ست مواضيع أساسية اللي هي سكن المستقبل، المدن وأزمة المناخ، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والعصر الرقمي، ومعا أقوى، وفقدان السكن. ودول الست مواضيع الأساسية اللي في المؤتمر اللي بتقوم على أساسها أكتر الفعاليات والمناقشات اللي هتحصل خلال المنتدى. احنا هنطلق وزارة التنمية المحلية اثنين مبادرة، مبادرة اللامركزية وتطوير الإدارات المحلية، ومبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة. نتمنى أن المؤتمر يخرج بحلول واستراتيجيات سهلة التنفيذ على الأرض. شكرا لكم. Thank you so much indeed to the Egyptian Minister. الوزيرة التنمية المحلية المصرية الأستاذة منال عوض، شكرا لشرحك وللتأكيد على المشاريع العديدة والنجاحات التي حققتها مصر وحكومتك. والآن أسعد أن أنقل إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لليو إن هابيتات، زميلاتي الفضيلة معالي وزير التنمية المحلية دكتورة منال عوض، السادة الحضور الكرام، أهلا بحضراتكم جميعا. حين يعني بيشرفنا وسعدنا ان احنا نكون موجودين النهارده مع حضراتكم في يعني مؤتمر الافتتاحي اللي خاص بالمنتدى الحضري العالمي بنسخته ال 12، واللي بتستضيفه الحقيقه الدوله المصريه، واللي بيجي بعد العديد من المكتسبات اللي حققتها الدوله المصريه الحقيقه على مدار العشر سنوات السابقه في ضوء توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن احنا يعني عندنا العديد ورصيد كبير جدا من التجارب الحقيقه المميزه اللي قدرت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أنها تحقق فيها قصص نجاح مختلفة ومتنوعة. وبنستغل الحقيقة وجود المنتدى النهاردة معانا أن يبقى فرصة حقيقية أن احنا ننقل هذه التجارب ونتبادل الخبرات مع كل شركاء التنمية ومع كل الجهات المشاركة معانا في هذا المنتدى. الحقيقة يمكن كنا مع دولة رئيس الوزراء وفي إطار الإعدادات الخاصة بهذا المنتدى والتجهيز على مدار الشهرين اللي فاتوا، ويمكن كان في بعض المخاوف الموجودة، لكن النهاردة احنا بنسعد أن النسخة يمكن نسخة استثنائية، عدد المسجلين في معانا النهاردة في الحضور حقيقة يمكن تجاوز العدد حوالي 30,000 مسجل، بالإضافة للمشاركات الواسعة لأكثر من 182 دولة بوجود 72 يعني وزير الحقيقة مشارك معانا، بخلاف طبعا باقي المشاركين على كل المستويات الحقيقة كلها مستويات رفيعة، وبنسعد بوجودهم على أرض الدولة المصرية. الحقيقة احنا بندخل هذا المنتدى واحنا عينينا يعني منصبة على العديد من المكتسبات اللي يمكن أولها نقل التجربة المصرية لكل دول العالم وبالأخص الدول الأفريقية، بالإضافة لفكرة تصدير العقار والمحفظة المتنوعة من الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية من الأراضي اللي احنا بنحاول الحقيقة جاهدين ان احنا يعني نستغل هذا المنتدى أيضا في تسويق هذه الفرص، بالإضافة لفتح يعني مجال لكل الشركات طبعا المصرية والمكاتب الاستشارية لما لها من خبرات أصبحت متراكمة من خلال السنوات الماضية فيما يخص النوهاو أو تحديدا التقنيات الفنية والكوادر البشرية، وأيضا حجم الإمكانيات والمعدات اللي أصبح دلوقتي كبير جدا. والحقيقة يمكن أيضا إحنا كوزارة إسكان بنشرف إن إحنا بنتبنى في هذا المؤتمر الحقيقة استراتيجية العمران الأخضر بالتنسيق والتعاون مع العديد من شركاء التنمية. ويعني اسمحوا لي ان انا استغل الفرصه الحقيقه ان انا اتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وفي خروجه بهذه الصوره، واتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في هذا المؤتمر واتمامه على كل خير. خالص تحياتي وتقديري للجميع، شكرا جزيلا. Thank you so much to the Minister of Housing. شكرا جزيلا وزير الإسكان. بالفعل نحن نسعى إلى مناقشات مثمرة وفعالة، وبالطبع نحن أتينا من الفنادق إلى مركز هذا المؤتمر، وبالطبع هذا يوضح الطموحات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في مجال العمران. يسعدني أنه شرف عظيم لي وسعادة بالغة أن أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
السادة زملائي الوزراء معالي وزير التنمية المحلية ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السادة الحضور، اسمحوا لي طبعا أرحب بكم في مصر في فعاليات افتتاح وتنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 واللي بتعقد في مدينة القاهرة. والحقيقة هذه الفعالية أو الاحتفالية بتبقى من حيث الحجم والأهمية هي بتبقى تاني أكبر حدث بتنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ أو الكوب اللي برضو مصر كانت شرفت بتنظيم نسخة منه وهي النسخة 27 في مدينة شرم الشيخ. فالحقيقة اختيار مصر واختيار القاهرة تحديداً ده شيء يعني رسالة مهمة جداً بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية. والحقيقة أنا سعادتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم أن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات، أنا كنت مدير إقليمي للدول العربية في منظمة الهابيتات. والحقيقة من هذا الوقت وكنا بنسعى إن مصر تستضيف هذا المنتدى، فالحمد لله إن النهاردة يعني يشاء القدر إن أنا أبقى موجود وأنا رئيس وزراء مصر مع هذه المنظمة وبنحتفل بتنظيم هذه الفعالية داخل مدينة القاهرة. الشيء أيضا المهم اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينه إن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة، لأن بيبقى عندهم دايماً تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايماً بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على يعني الحركة داخل المدن، فدائماً كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير. ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي، قاهرة 22 مليون نسمة، فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جداً زي ما حضراتكم سمعتوا الأسماء 37 ألف مسجل، عندنا 72 وزير، عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني، قطاع الخاص، الحكومات، كل ده كان هيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى. ولكن الحمد لله نتيجة للجهود الكبيرة جدا اللي اتعملت في محافظة القاهرة تحديدا وفي مصر بصفة عامة، النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة، احنا لدينا الثقة والحمد لله ان هذا المنتدى هيبقى قصة نجاح بإذن الله. ويمكن زي ما حضراتكم سمعتوا من السيدة المديرة التنفيذية الأعداد اللي السنة دي موجودة هي أعداد بكل المقاييس بالنسبة لهم هي الأعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية. الشيء المهم جدا أيضا ان اختيار القاهرة، لان يعني الحقيقة كل ما يروج إليه برنامج الأمم المتحدة الهابيتات من تدخلات في مستوى المدن هنلاقي فيه تجارب عملية على الأرض وتجارب ثرية تم تنفيذها في مصر وفي محافظة القاهرة تحديدا، بدءا من مشروعات الإسكان اللي بتستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، وعندنا طبعا مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين، مرورا بتطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير آمنة. ومصر أعتقد الحمد لله لديها واحدة من أفضل تجارب العالم، وأنا بقولها كخبير للهابيتات قبل ما أبقى رئيس وزراء مصر، مصر لديها أفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق الغير آمنة مرورا بموضوع النقل الحضري والمستدام، البنية الأساسية، المدن الجديدة الذكية أو الخضراء، كل ده الحقيقة النهاردة هتلاقوا في القاهرة تجارب كثيرة جدا اتعملت في هذا الشأن. طبيعي جدا زي أي تجارب بيبقى فيها النجاحات وفيها أيضا التحديات والدروس التي يمكن الاستفادة منها، وبالتالي بالتأكيد
هيستفيد كل المشاركين ليس فقط من الندوات، وأنا متأكد هتبقى هناك ندوات يعني شديدة التفاعل والنقاشات فيها هتبقى نقاشات ثرية، ولكن أيضا هتكون لديهم الفرصة لزيارة مشروعات على الأرض الواقع يشهدوا فيها ترجمة لما يعني يتم الترويج ليه من أسس واستراتيجيات لعملية التنمية الحضرية. بالإضافة إلى ذلك طبعا القاهرة كمدينة يعني معروف أنها مدينة تراثية ومدينة حضرية وبتسخر بالعديد من مشروعات التراث العالمي، واللي احنا إن شاء الله برضو أعتقد هيكون هناك مجالات للنقاش فيها. مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن أعتقد أن هذا المنتدى إن شاء الله، وبنأمل الدولة المصرية أن كل المشاركين إن شاء الله يستمتعوا بوجودهم داخل جمهورية مصر العربية وتحديداً في محافظة القاهرة، ويكون النتائج اللي يعني يخرج بها هذا المنتدى نتائج مهمة يعني تحدث فارق فعلاً في موضوع التنمية الحضرية في ظل التحديات اللي العالم كله النهاردة بيواجهها وتصارع التغيرات الغير مسبوقة اللي بتحصل والأزمات المختلفة اللي كل العالم بيتابعها النهاردة، وكلها لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية. أيضا لا يفوتني طبعا أن مصر لديها تجربة أيضا رائدة والحقيقة يعني أخذت العديد من التقديرات، وهي مشروع حياة كريمة، والذي يستهدف طبعا تطوير المناطق الريفية أيضا، والاستفادة اللي هتعود بصورة كبيرة جدا على حوالي 60 مليون مصري. مرة أخرى برحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، وأتمنى لكم جميعا إقامة سعيدة في مصر إن شاء الله، ويكون هذا المنتدى يعني يقابل كل التوقعات والتمنيات للخبراء والمعنيين والمشاركين فيه. أنا بشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency Prime Minister, for your remarks. And indeed, there's ما قلته عن المشاركين الذين تعدوا 30,000 والذين أتوا من حوالي 180 دولة، وأنا أهنئكم على أنكم حققتم الكثير من أهدافكم طويلة المدى، وأنكم نجحتم في أن تستضيفوا اليوم المنتدى الحضري. نأتي إلى نهاية الافتتاح المؤتمر الصحفي للمنتدى الحضري العالمي، ونشكر الوزراء ورئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية وأيضا وزير الإسكان والمديرة التنفيذية ليو أن هابيتت. نشكركم جميعا ونتمنى لكم نجاحا كبيرا في خلال الأربع أيام القادمة. شكرا.